فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأيضا فعن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق فبير كيما نغير. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال: خالف هدينا هدي المشركين. نعم. قال: وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. نعم، كان المشركون يحجون البيت، وهو من بقايا دين إبراهيم عندهم، إلا أنهم أحدثوا فيه أشياء، مبتدعة ليست من دين إبراهيم عليه السلام. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أعاد الحج على ملة إبراهيم. من ذلك أنهم كانوا يلبون، والتلبية أصلها مشروع، لكن كانوا يزيدون فيها، يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم زادوا: إلا شريكا هو لك، يشيرون إلى أصنامهم، لأنهم اتخذوها في زعمهم وسائط فيما بينهم وبين الله، وشفعاء لهم عند الله عز وجل. ثانيا، في مسألة الوقوف بعرفة، كان الحمص من قريش لا يذهبون إلى عرفة، وإنما يقفون في المزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عرفة ووقف فيها، وكانوا يظنون أنه سيقف معهم في المزدلفة، فخالفهم وأجاز إلى عرفة إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكانوا في ليلة جمع، يعني ليلة المزدلفة، لأن المبيت بالمزدلفة من شعائر الحج: اذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني المزدلفة. فكانوا إذا أفاضوا منها إلى منى في الصباح كانوا يتأخرون حتى تطلع الشمس وهم في مزدلفة، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير هو الجبل المطل على مزدلفة من ناحية اليمين، من ناحية اليمين هو الجبل المطل على مزدلفة. وكانت الشمس إذا أول ما تظهر يشرق نورها على ظهر الجبل المرتفع، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير، كيما ننفر. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونفر من مزدلفة قبيل طلوع الشمس، وقال: خالف هدينا هدي المشركين. الناحية الثالثة: الإفاضة من عرفة. الوقوف بعرفة في اليوم التاسع للحجاج ركن، وهو الركن الأعظم من أركان الحج، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. من وقف في النهار فإنه يجب أن يستمر إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصرف من عرفة قبل الغروب، كان المشركون ينصرفون منها، الذين يقفون في عرفة ينصرفون منها قبل الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ملة إبراهيم فأقام فيها إلى أن غربت الشمس ثم انصرف منها. وهذا الاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا قيل إنه ركن من أركان الحج، لأنه من الوقوف، والوقوف ركن، هو الركن الأعظم كما سبق. وقيل إنه واجب وليس بركن، فالركن هو الوقوف ولو قليلا في عرفة، وأما الانصراف قبل الغروب فهو واجب، فأما الاستمرار في الوقوف إلى الغروب فهو واجب من واجبات الحج وليس ركنا، يعني يجبره الدم. أما لو كان ركنا فإنه لا يجبره الدم، فهذا يعني ثمرة الخلاف: هل هو ركن فلا يجبره الدم، أو واجب فيجبره الدم. وعلى كل حال فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البقاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. فهذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم أحيا بها ملة إبراهيم في الحج،
ونفى ما أدخله المشركون في هذه الشعيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: والحاصل من هذا أننا لا نتشبه بالمشركين في هذه الأمور، فلا نبقى في مزدلفة حتى تطلع الشمس، بل ننفر منها قبل طلوع الشمس، ولا ننصرف من عرفة قبل غروب الشمس، بل نستمر فيها إلى غروب الشمس، وأن نقف في عرفة ولا نقف بالمزدلفة كما فعل أهل مكة